تحية طيبة. يمكن للكيان الإسرائيلي أن يمنح أوكرانيا أسلحة، لكن يمكن لروسيا أن تزود إيران بأحدث أنظمة الدفاع الجوي. ويمكن للكيان الإسرائيلي أيضا أن يمنح أوكرانيا أسلحة، لكن يمكن لروسيا أن تقلب ميزان القوى على حدوده. هذا ما ردت وألمحت إليه روسيا بشكل غير مباشر على مجمل التصريحات الإسرائيلية المطالبة بضرورة دعم نظام كييف بأسلحة نوعية مؤثرة. يبدو للجميع أن الساحة الأوكرانية الآن تشكل الاختبار الثنائي الأكثر جدية للعلاقة الروسية الإسرائيلية. فهل تضحي إسرائيل بروسيا لأجل الولايات المتحدة الأمريكية ومقابل ماذا؟ طبعا الساخرون من هذا السؤال يقولون: كيف لكيان يعتمد بوجوده وبقائه على مكانة أمريكا وقوتها أن يقف ضدها في مشهد الاستقطاب العالمي الذي فرضته الحرب الأوكرانية؟ والسؤال الأعقل: ما هو مستقبل إسرائيل في المنطقة في ظل انضمام إيران مع بوادر خليجية خجولة إلى المعسكر الشرقي؟ ما تأثير غاز شرق المتوسط في هذا التوتر الآن؟ إن الحقيقة الواضحة والتي لا لبس فيها انخراط وتورط إسرائيل منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وعليه نسأل: ما علاقة هذا الانخراط الفعال فيما يسمى مشروع إسرائيل الجديدة؟ يسعدني أن أسمع إجابات هذه الأسئلة من الدكتور فريد ميليش، وهو الباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. ومن بيروت وعبر خدمة سكايب أرحب بالمحلل السياسي البارز الأستاذ فيصل عبد الساتر. أهلا ومرحبا بك أستاذ فيصل. حياتي لك وللدكتور ولكل المشاهدين. أهلا ومرحبا. لو سمحتوا نبقى نتابع معكم تقرير يوضح لنا إلى حد ما يكون مفتاحي لهذه الحلقة. بعد انقضاء 8 أشهر على اشتعال فتيل الحرب الأوكرانية، تبدو العلاقات الروسية الإسرائيلية على حافة الانهيار في ظل تفاقم الخلافات بين موسكو وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقارير أخبارية شبه موثقة تؤكد أن إسرائيل على وشك أن تتخلى عن حيادها الكاذب في هذه الحرب وتضع كل ثقلها السياسي والعسكري خلف الرئيس الأوكراني اليهودي زيلينسكي. ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي حذر منذ أيام إسرائيل من تداعيات تزويدها لأوكرانيا بالأسلحة قائلا في بيان رسمي: إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بالعلاقات الثنائية، في رد على الأنباء المذكورة آنفا حول عزم الكيان الإسرائيلي تزويد نظام كييف بمنظومات القبة الحديدية الصاروخية وغيرها من المعدات العسكرية. التصريحات الإسرائيلية تتوالى على ألسنة المسؤولين الإسرائيليين بضرورة دعم أوكرانيا بالسلاح بذرائع واهية، إلا أن الأمر المؤكد أن روسيا باتت على قناعة تامة بأن الكيان الإسرائيلي يقف في الخندق الأوكراني ويمده بالسلاح والخبرات العسكرية ويسمح لجنود وضباط مرتزقة إسرائيليين متقاعدين أو من قوات الاحتياط بالقتال ضمن قوات الجيش الأوكراني وبالصفوف الأولى. يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن بداية التوتر في العلاقات الروسية مع الاحتلال الإسرائيلي، فثمة عوامل توتر تاريخية سابقة كانت موجودة وحاضرة بالرغم من عدم بروزها بسبب تركيز الطرفين على إدارة مصالحهما. ولكن يمكن القول إن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت الفجوات الموجودة في علاقاتهما، ربما تذهب بهذه العلاقة إلى أبعد من ذلك في حال استمر كيان الاحتلال في إظهار عدوانيته لروسيا.
أهلا ومرحبا بكما من جديد. أبدأ معك دكتور فريد، يعني هذا التوتر الحاصل بين روسيا وإسرائيل، هل تراه؟ طبعا نتابع كلنا ما يجري وما يجري كثير هذه الأيام، هل ترى أن هذا التوتر هو انعكاس طبيعي للاحتقان السياسي الذي الحاصل في العالم على المستوى العالمي وعلى مستوى الشرق المتوسط تحديدا أو المنطقة الشرق الأوسط؟ نعم، لا نستطيع أن نختزل المسألة بمجرد توتر. هناك دولتان بعمل عسكري على تخوم أوروبا، فالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مصالح القومية للسياسة الخارجية الروسية، هذا موضوع. الموضوع الآخر، الوجود الكيان الصهيوني المصطنع هنا والذي دائما يبحث عن مشروعية في كل الأوقات، في حالة الولوج إلى نظام عالمي جديد يبحث عن مكان له كما باقي القوى الموجودة في المنطقة، فليس هو مجرد توتر بل أكثر، هناك تجاذب قوى، لمن وإلى أين. الكيان الصهيوني لابد أنه عرف التراجع الأمريكي في الفترة الماضية وخاصة في المنطقة، ورأى كيف أن روسيا خطت خطوات إلى الأمام، إذن هو يبحث عن مصلحته. إذا عدنا بالتاريخ فهناك جذور تاريخية سواء لليهود سواء للهجرات التي سنتحدث عنها والتي نشطت مع هذه العملية العسكرية، لها جذور في أوكرانيا، وهناك رؤساء مروا، جولدا مائير أوكرانية، إسحاق رابين أمه أوكرانية، شخصيات سياسية تمام. فهذا الموضوع هو ارتباط عضوي موجود، لكن أين روسيا في المعادلة؟ روسيا هي الخصم والحليف بآن واحد لهذا الكيان في حال استطاع الولوج إلى هذه الحالة، فلا نستطيع اختزالها بالتوتر، بالمسألة أكثر من ذلك بكثير. أستاذ فيصل، يعني وكأنه الدكتور فريد أنه بيشوف أنه حتى إسرائيل تسعى لحالة هذه الاستقطاب لتأخذ مكانها في العالم الجديد سواء في الشرق أو الغرب، لكن بالعودة إلى الوراء قليلا خاصة في مسار العلاقات الروسية الإسرائيلية، بنشوف أنه طبعا هي علاقات ليست عابرة وإنما ممتدة منذ نشوء الكيان الإسرائيلي، مرت بصعود هبوط فتور، مرت باقتتال بال 1970 عندما أسقطت الاتحاد السوفيتي 12 طائرة فاندوم في مصر إسرائيلية. طب هذا المسار، وطبعا إذا بنرجع كمان شوي وحضرتك يعني أستاذ في هذا الموضوع أنه بتشرح لنا أيضا، يعني بمرحلة ما قبل بوتين كان التوجه أنه إلى الشرق الأوسط، اتجاه روسيا إلى الشرق الأوسط عززه الرئيس بوتين بالسياسة البراغماتية، لكن على ما يبدو لم تنجح مع إسرائيل هذه السياسة، فبالتالي المنح الإسرائيلي ذاهب باتجاه العسكرة وليس فقط المواقف السياسية مع روسيا. تحياتي لك مجددا للدكتور فريد ولكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة في هذه الحلقة التي يعني ربما تحتاج إلى حلقات حتى نجيب مثل هذه الأسئلة استراتيجية بعمق، والمقاربة ربما لا تفي يعني في حلقة واحدة كل هذا الكم الكبير من الأسئلة، لكن دعيني أتحدث هنا بدون قفازات وأرجو أن لا يكون الكلام فيه شيء من الإحراج. تفضل. عندما نريد أن نتحدث عن العلاقات الروسية الإسرائيلية فإننا نتحدث عن علاقات أكثر من استثنائية بكل المقاييس على كل الاعتبارات، لأن العامل البشري والعنصر البشري هو الأساس في كل هذه العلاقة فضلا عن الموضوع السياسي. نعم. لأن المسألة الفلسطينية بالنسبة للاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا لم تكن حاضرة بالشكل المطلوب كما يريدها البعض منا أو كما يتمناها البعض منا. المسألة بالنسبة لروسيا وكما كانت بالنسبة للاتحاد السوفيتي هي مسألة العنصر البشري عند اليهود، وتعرفين أنت أن العنصر الأكثر حضورا في الداخل الفلسطيني المحتل أو داخل الكيان الإسرائيلي هو العنصر اليهودي. نعم. وعنصر اليهودي الروسي تحديدا يعني. فلذلك دائما هذه العلاقة ربما تمر ببعض الفتور بعض الأحيان كما تفضلتي، لكن على خلفية محدودة جدا، سرعان ما تندثر وسرعان ما يعود إلى الواجهة.
هذه العلاقة العميقة. وأعطي مثالا يعني متعددا على مثل هذا الموضوع. طبعا لا أريد أن أدخل الآن إلى ما هو حاصل الآن في هذه اللحظات، ربما هي حالة استثنائية الآن قد تكشف عن شيء آخر لا أدري، لكن بالعموم لو عدنا إلى الوراء قليلا نرى أن الحرب المفتوحة على سوريا كان للعدو الإسرائيلي الكثير من التدخلات الواضحة والسافرة والقصف المتعمد والاستهداف المتواصل. لم يكن هناك أي موقف من روسيا تجاه هذا الأمر على الإطلاق. كل التحليلات التي كنا نسوقها سابقا ونقول أن هذا الأمر ممنوع وأن هذا الأمر ممنوع وأن هناك مظلة وأن هناك حماية أثبت أنه غير واقعي، بدليل أنه لم يكن هناك من أي رد فعل روسي حتى هذه اللحظة على كل هذا الأمر. هل سيتغير الموضوع الآن عندما وصلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى مثل هذا البعد الخطير؟ إعلان الحرب من قبل بوتين بالأمس في المناطق الأربع، وهو تطور نوعي وتطور كبير جدا وربما يكون استراتيجي على كل المستويات، إذ أنه حتى الأمس القريب كان يسمي العملية كلها عملية عسكرية خاصة محدودة. اليوم نتحدث عن إعلان حرب في مناطق أربع مساحتها يعني تقريبا نصف مساحة سوريا أو أقل بقليل، صحيح. يعني وأكثر من أكثر من نصف مساحة سوريا، عفوا أكثر من نصف مساحة سوريا، يكاد يكون ثلثين سوريا. يعني نتحدث عن 108 كيلومتر مربع، يعني نتحدث عن دولة بكل المقاييس وبكل المعايير. نعم صحيح. فبهذا المعنى لو لاحظنا كل التصريحات الإسرائيلية هي تصريحات خبيثة وكاذبة في آن معا ومخادعة في طور ثالث صح التعبير. سمعنا بالأمس بعض التعليقات من وزراء وشخصيات إسرائيلية تتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك موقفا ميدانيا مما يجري في أوكرانيا. وهنا عندما يتحدثون عن مثل هذا الأمر فإنهم يعني يريدون أن يكونوا جزء من هذه الحرب المفتوحة على روسيا وجزء من الجهة الداعمة للرئيس، بنظر الإسرائيليين الرئيس اليهودي وليس الرئيس الأوكراني. بالضبط. وهذه مسألة يجب علينا أن نفكر فيها تماما. بالضبط. ثم سمعنا تصريحات مناقضة للبعض، طبعا هذه لعبة القط والفار. بالضبط. أو تصريحات لعبة تصريحات والتصريحات المضادة. سمعنا تصريحات أخرى تقول أنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في المعترك الميداني. نعم، أن يكون هناك موقفا سياسيا مؤيدا للجبهة ضد روسيا، نعم قد يكون هذا الأمر من مصلحة إسرائيل، لكن على أن لا يكون أمرا ميدانيا. ومن هنا حاول البعض أن يقول أن ليس من مصلحة إسرائيل تزويد أوكرانيا، أو أن يخفف من حدة التصريحات. اي بكل حال يعني اصلا هذا الامر يعني ما تاره كانوا يقولون ان خشيه لديهم من ان تقع هذه الاسلحه بايدي روسيا ثم تنتقل الى ايران، طبعا مسائل يعني لا يمكن ان تخطر ببال احد. لكن نعم، لكن استاذ فيصل، والسؤال ينقل للدكتور فريد، هذه التصريحات تم يعني تغليفها اسرائيليا انه بعد ما تمت هناك تلميحات روسيه انه نحن ممكن نشيل الغطاء. يعني الاستاذ فيصل حكى ببدايه اجابته على انه روسيا يعني شفنا في هجمات غارات اسرائيل ولم تحرك ساكن. يعني روسيا عندما دخلت الى الحرب في سوريا يعني كانت تعطي مثل بما معناه خط احمر انه انا بالداخل السوري في محاربه الارهاب، لكن لا علاقه لي بمشاكل سوريا مع الجوار بهذا المعنى. يعني فبالتالي دكتور فريد، يعني الروس المحوا الى انه انخراط اسرائيل في الحرب الأوكرانية يمكن أن يكلفها كثيرا خاصة في الجبهة السورية. نعم، هذه القوى موجودة على الساحة السورية اتجاها أو بآخر، والروس أحد تلك الأطراف. وكما ذكر صديقي أستاذ من بيروت أستاذ فيصل عبد الساتر، الإسرائيليين الصهاينة موجودين عبر قوى أو عبر دعم قوى أو عبر خطط أو إلى آخره، فهذه القوى موجودة على الأرض السورية. وهذا ملف آخر، روسيا تتعامل مع كل ملف بطريقة تخص سياستها الخارجية ومصالحها القومية، هذا حديث آخر. الآن روسيا الخط الأحمر هو توريد السلاح، إذا ما تحت هذا
التصريح يمكن أن تقوم إسرائيل بتقديم مساعدات إنسانية وهذا يحدث، والسعودية قدمت مساعدات صحيح. إنسانية، فلسنا في هذا الوارد. أما عندما يبدأ زيلينسكي لاستجداء اليهود أو لإحراجهم في أوكرانيا للضغط على إسرائيل، ليس هناك لوبي يهودي قوي داخل الكيان الصهيوني داعم لأوكرانيا بالشكل المطلوب. في ازدياد في عدد الهجرات، نعم، كلها نتائج. نبحث في الأسباب أكثر لنقول هناك إرادة لدخول إسرائيل في خط المواجهة المباشرة. إذا كانت الساحة السورية كل القوى الإقليمية موجودة، طب هاي الإرادة كيف ممكن نحن نلحظها وكيف ممكن تترجم؟ طالما الأستاذ فيصل عبد الساتر بيعتبر أنه توتر حاصل ممكن أنه يتلملم، ما في مشكلة، وتاريخيا موجود بالعلاقات الروسية الإسرائيلية. في بداية ما حدث في أوكرانيا كان هناك موقف صهيونيا خجول بدأ يتطور شيئا فشيئا، سواء محاباة بالأمريكي، سواء لدعم بعض القوى، سواء لمصالح، سواء لحجز مكان له في الخارطة القادمة للعالم تحت أي مسمى من المسميات. هناك حالات، لكن هل ستقوم إسرائيل بالمجازفة بمستقبلها مع روسيا بالدخول بهكذا حرب غير مضمونة النتائج بالنسبة لها؟ بين قوسين هذا الكلام يحتاج للتفكير مطولا. هل ستتمكن روسيا من لجم إسرائيل عن التدخل بشكل مباشر؟ طيب لنراها بطريقة أخرى. اليوم كيف ترى إسرائيل بين قوسين الكيان الصهيوني؟ كيف يرى المعركة أو الحرب أو العملية العسكرية على أوكرانيا؟ يراها مكانا لتجريب الأسلحة، يرى جميع الأسلحة يتم تجربتها في تلك المنطقة، سواء أسلحة لدول إقليمية كإيران أو تركيا، سواء كأسلحة روسية، سواء كأسلحة تورد من ألمانيا أو تجريب فرنسا. تجريب الأسلحة أم إظهار القوة؟ ليست إظهار للقوة، لأن هون في اشتراك، يعني شفنا مثلا بإرقدار التركية، شفنا حتى لو تم النفي الإيراني المسيرة الإيرانية. تماما، هذا ما أردت الوصول إليه. بإرقدار التركية ليست أول تجربة لها في أوكرانيا، استخدمتها في مناطق شمال سوريا وخاصة في إدلب، وكان لها آثار على الأرض. أما الإيراني قد يكون إن كان صحيحا، لم نسمع سوى إعلام، لم نسمع سوى إعلام، إن كان صحيحا فهي أول مشاركة، قد يكون لتوريط إيران، قد يكون حقيقي، كلها احتمالات مفتوحة. إذن دخول الإقليم الساخن في سوريا والمنطقة المحيطة فيها في تلك العملية، اللاعب الأساسي فيها وجود روسيا في سوريا. إذن أعود للبداية، هذا التعقيدات في المشهد السوري ينعكس دائما وخاصة على روسيا. من يستثمره إيجابيا؟ تحاول كل الأطراف استثمار هذا الوجود، وأولى تلك الأطراف هي روسيا، وروسيا هي دولة في مجلس الأمن، دولة دائمة العضوية، هي دولة عظمى، هي دولة قد تكون هي بداية نهاية القطبية الأحادية. إذن هي معطيات معقدة أكثر، فكل ينظر إلى المسألة بطريقة ما، لكن في النهاية لا أعتقد أن السياسة الصهيونية ستجازف بهكذا أمر. أستاذ فيصل، يعني دائما كان منذ بداية العملية العسكرية، والآن صار اسمها إعلان حرب، منذ البداية كان كل المراقبين والمحللين يتخوفون من فكرة اتساع رقعة الحرب أو خروجها خارج أوكرانيا، لمجرد هذا التوتر باتهام مباشر بأن إسرائيل تساهم. طبعا نحن بنعرف أنه من اللحظات الأولى للعملية العسكرية كان في وجود مرتزقة إسرائيلية وجنود إسرائيليين في أوكرانيا. هل اتساع أو خروج الحرب خارج حدود أوكرانيا يقرأ من جانبك باتجاه معين؟ يعني الواضح أن الموضوع ليس اتساع في الجغرافيا، هو اتساع أيضا خارج الجغرافيا، نعم. بما له علاقة بأزمات عالمية الآن بدأت تنذر بعواقبها كل العالم، كل المعمورة. لن يسلم أحد يبدو في هذا العالم من آثار ما يجري الآن في هذه الحرب. وعندما أعلنت هذه الحرب هي أعلنت من الجانب الآخر، صحيح أن الروس قال أنها عملية عسكرية خاصة أو محدودة، لكن في الجانب الآخر كانت حرب معلنة
سخر لها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من لديه القدرة في أن يكون إلى جانب الأوكرانيين، طبعا ليس حبا بأوكرانيا، وعندنا مثل بيقول يعني ليس حبا بالحسين بل كرها بيزيد مثلا على سبيل المثال، أو ليس حبا بالحسين طمعا بالهريسة إذا بدك يعني عمليا. فهذا الذي يعني يحدث الآن هو ليس حبا بأوكرانيا، لكنهم وجدوا أن دولة مثل أوكرانيا تقف بوجه روسيا وتقف بوجه بوتين، وهذه يعني الاستفاقة الكبيرة لروسيا على المستوى العالمي، أمريكا لا تريد لهذا الأمر أن يحدث بأي شكل من الأشكال. هي تتعامل مع الصين بطريقة مرنة، تحاول أن تقيم الصفقات، وتعلمين أن الصين دائما ما يعني تقف مواقف متوازنة إلى حد كبير، إلا في سوريا حتى الحين كان لها مع روسيا إلا في سوريا كان لها مواقف يعني واضحة جدا في موضوع الفيتو. لكن عن ذلك تعلمين أن الصين رغم كل العقوبات التي وضعت عليها بقيت على تعامل جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم الاهتزازات في موضوع تايوان بقيت الصين تحافظ على توازن معين بعكس روسيا. طبعا هنا الشخصية تختلف، صحيح أن الشخصية الصينية شرقية والشخصية الروسية شرقية، لكن الجينات قد تختلف بين العرق الأصفر والعرق السلافي أو العرق ما بعرف شو بسموه بروسيا، بس لا بعتقد العرق السلافي عموما يعني. بكل حال طبعا هذا الأمر له علاقة يعني بعلم الانتروبولوجيا، يعني ليس من فراغ، وله علاقة أيضا بالتاريخ يعني لكل تاريخ معين إلى آخره. إذن بهذا المعنى نعم قد أقول لك أن الخوف من اتساع الجغرافيا ربما أصبح الآن أكثر يعني ما يقلق هذا العالم، ليس فقط في إعلان الحرب من قبل بوتين في المناطق الأربعة. يعني خلينا نحكي استراتيجيا، ماذا يعني إعلان الحرب في المناطق الأربعة؟ يعني عمليا أن هذه المناطق أصبحت من روسيا، أصبحت من الحديقة الخلفية لروسيا، أصبحت من الحضن الأساسي لروسيا، وبالتالي من يتوجه إليهما بأي اعتداء فإنه يعلن الحرب على روسيا، وبالتالي يعني هذا سيستدعي من بوتين إجراء آخر. هل يعلن الحرب بالكامل؟ هل يعلن الحرب على أوكرانيا بالكامل؟ أعلن مستويات متعددة للردود صحيح العسكري. صحيح، وهذا الأمر أيضا علينا أن نفهم ما هي خلفياته. المسألة ليست في أوكرانيا، المسألة لا علاقة بهذا الصراع الكبير الذي يريده الاتحاد الأوروبي، يعني يريده يعني أن يكون هو المنفذ، يعني عمليا أمريكا تقاتل بغيرها، يعني فهمت كيف؟ مثل هذا اللي بيتباهى بشعر بنت خالته، يعني هو قارع مثلي أنا يعني. فعمليا أمريكا تتباهى بالاتحاد الأوروبي، ورطت الاتحاد الأوروبي، ورطت حلف الناتو، وربما تورط دول أكثر في هذا الإطار على كل المستويات. لكن ولماذا لا تورط إسرائيل طالما ورطت كل هذه الدول؟ شوفي الموضوع الإسرائيلي هون يعني معلش، يعني وإن كنا نريد أن نمدح هنا العدو الإسرائيلي يعني طلع أذكى من كل هؤلاء يعني بشكل أو بآخر. الإسرائيلي لعب لعبة التوازن فعلا، يعني هو يريد أن يبيع مواقف سياسية لكنه لا يريد أن ينخرط بالعنان. ربما يكون هناك أشياء معينة، لا تنسي أن الضربة التي وجهت للوكالة اليهودية وهي ضربة لإسرائيل في داخل روسيا هي ضربة ليست سهلة، يعني ضربة كبيرة وكبيرة جدا يعني، ولا إلى الآن لم يحصل أي تفاهم لعودة الوكالة إلى العمل داخل روسيا، وهذا أمر يبدو أنه اتخذ قرار بهذا الشأن من قبل الروس. بكل حال لكن هذا لا يشفي غليلنا نحن إذا ما أردنا أن نتعاطى مع هذا الأمر من وجهة نظرنا السياسية ومواقفنا السياسية. نحن نريد أن يكون هناك موقف روسي أكثر وضوحا، لكن ليس لنا أن نفرض على الروسي، من نحن حتى نفرض على الروسي؟ لكن الواضح أن الأمور ممكن أن تتدحرج، لا أحد يعلم، لأن تعرف الأصوات المتطرفة الآن داخل إسرائيل ممكن أن تخرج إلى العلن، ومثل ما صار ببداية الحرب بعض الناس اللي بدأوا يتحدثوا عن تطوع والذهاب إلى أوكرانيا وما بعرف شو، مثل ما صار في بعض الحملات بأوروبا ببريطانيا وبغيرها أنه بده يروحوا يقاتلوا بأوكرانيا، وطبعا راح يعني أكيد راح وراح عدد كبير يعني، بس ربما لجمت مش على طريقة السعوديين
بالحرب على سوريا صاروا ينادوا بالجامع يعني من يذهب إلى الانتحار في سوريا، صار يجي واحد يجيب أولاده يعني يبعثهم ويعطيهم مصاري ويقول لهم روحوا انتحروا بسوريا. يعني عنا كانوا أكثر جدية. لا كان في مزاد علني بسوريا أكثر من الشيشان من القوقاز من كل أنحاء العالم، من الصين يعني من السعودية من كل الدول الحمد لله، إجوا من فرنسا كلهم استفاقوا بدهم يحرروا بلاد الشام من الكفار، يعني على اساس الكفار هن محتلين الشام. بكل حال هل هذا الامر ممكن ان ينطبق الان على دول الاتحاد الاوروبي ام ان الامر سيقتصر على افراغ الخزائن الاوروبيه وافراغ كل ما مخازن الاسلحه؟ لانه هلا الامور ما شاء الله باوكرانيا صرت تشوفي كل انواع الاسلحه بالضبط. طبعا اوكرانيا دوله يعني على مستوى الاسلحه مش دوله سهله يعني بالضبط. على مستوى الجيش مش جيش سهل ابدا، هو خامس جيش في اوروبا وفي حلف يعني بعد يعني بعد الدول الكبرى، يعني هو خامس جيش بالقوه يعني من مزحه على الاطلاق. لكن اقول ان هذا الامر نعم ممكن ان يتسع، لانه هذا ليس مرتبطا فقط بالساحة الميدانية الجغرافية داخل الحدود الأوكرانية نفسها، لأن الأمر ممكن أن يتوسع لكي يشمل جبهات أخرى. اليوم عم نتحدث عن حشود في بيلاروسيا صحيح؟ نعم. وأن الأمر ممكن أن يتحول إلى حرب بين بيلاروسيا وأوكرانيا من جهة أخرى. وبالتالي ماذا من لو هنا تحول الأمر إلى أيضا إلى بولندا الدولة المجاورة؟ هذا بحدود أوكرانيا، وبالتالي يعني دكتور فريد أنه هذا الاتساع، ونحن نتحدث عن إسرائيل ربيبة أمريكا والحرب الآن بين روسيا وأمريكا، هل تستطيع كما قال الأستاذ فيصل أنه اللعب على المتناقضة، هل تستطيع أن تستمر إسرائيل باللعب على الحبال والمتناقضات؟ يعني هي شاءت أم أبت الكل سيصطف في هذه الحرب العالمية؟ قبل أن أجيب أضيف لما قاله أستاذ فيصل، اليوم مواقع اللي عم ترصد تسليح القوات في الدول عم تقول أنه ألمانيا بدها 22 مليار يورو لتعيد ما وزعته من أسلحة إلى أوكرانيا، وثلث تقريبا المضادات الجوية ستينجر الأمريكية طلعت من مستودعاتها وتحتاج إلى سنوات للتعويض. فبدأت تظهر نتائج هذه الحرب أو الأزمة الأوكرانية أو العملية العسكرية أو التي بدأت كحرب معلنة. عودة لسؤالك صديقتي، إسرائيل كمنظومة، إسرائيل بين قوسين الكيان الصهيوني كمنظومة لديها تشبيك علاقات في العالم مع أصدقائنا ومع أعدائنا، وهذا كلام في السياسة بعيد، فدائما المصالح العليا للدول تبنى على أساس المصالح المتبادلة، وهذه مسألة محسومة. استطاعت حتى الآن أن تتملص من موقف واضح، إن كانت هناك مواقف من ما بيقولوا تحت الطاولة عم تشتغل أوكي هذا الكلام لكن موجود، لكن الإعلان كان لكن على بالعلن. هلأ الروسي يصرح ويقول علنا، أولا الأسلحة خط أحمر وذكرناها منذ قليل، أيضا يصرح باتجاه آخر إغلاق الوكالة اليهودية، انخفاض عدد المهاجرين الروس إلى الكيان الصهيوني وقد اتسعت وتنامت خلال الأشهر الماضية وصارت بالآلاف، استعداد الكيان الصهيوني لاستقبال 100,000، كلها قضايا لوجستية. هل هو مسموح؟ على ما يبدو هذا هو الهامش الذي يتم العمل عليه. إذن هناك مراكز تريد كل من الدول أن تمسكها في المستقبل أو تتمسك بها. حتى اليوم إسرائيل بين قوسين تستطيع أن تتملص في المستقبل، إن كانت بداية نهاية الأزمة ما بعد ما حدث في الجمهوريات الأربع وإعلان بوتين البارحة، إن كان هذا بداية نهاية الأزمة الأوكرانية فهي ستكون التنفس بشكل مريح لكل الأطراف بما فيهم الكيان الصهيوني، قد يكون الأكثر إحراجا ولكنه لا يخجل في حالة من الحالات إن كان له موقف. تتوقع تكون نهاية الحرب وخاصة مع الإعلان بداية النهاية. اليوم النووي هو للردع، والنووي تاريخيا هو للردع، ونظرية الردع النووي ليست جديدة ولا أظن تحت أي مسمى من المسميات سوى ستكون أن هناك مناورات. وهنا أتساءل عن بعض القوى، عندما تقوم الصين بدعوة جميع رعاياها لمغادرة أوكرانيا،
كوريا، هل سيستمر الرئيس الكوري دائما فقط بالمناورات أن يستخدم هذه الأسلحة؟ الإجابة بالنفي أو الإيجاب هي الإجابة عن الحرب العالمية القادمة إن كان هناك حرب أو لا. فعندما يكون هناك ردع نووي، هناك الحروب الغير متماثلة التي تحدث على الأرض، فالناتو يقاتل روسيا في أوكرانيا بأسلحة ليست أوكرانية، رغم كما تحدث أستاذ فيصل الأسلحة ليست بضئيلة أو قليلة، أو الجيش الأوكراني ليس بضعيف، هو أحد الجيوش السوفيتية بالمطلق. فهذا الموضوع يدلل أننا باتجاه ما لبعض العقلانية، لابد من العقلانيين. وإذا ذهبنا أكثر من ذلك، إلى أين سياسة بايدن تجر الاتحاد الأوروبي؟ هل الصراع مع أوروبا؟ الصراع على أوروبا. نعم بالضبط. كان بالبريكزيت بداية وهذه الأوكرانية. إن كان هناك صراع قادم ما بين تركيا واليونان وفتيل الأزمة قائم، عودة التوتر ما بين أذربيجان وأرمينيا، كثير كثير من القضايا. حتى الروس لما تطلع تصريحات إعلامية تقول لهم ما بس الصراع الوحيد الموجود في العالم بين روسيا وأوكرانيا في صراع فلسطيني إسرائيلي، ولم يكن ليكثر الروس من هكذا تصريحات لكنهم صرحوا في القريب. إذن كله مناط في بداية نهاية هذه الأزمة، وقد تكون بداية النهاية قد بدأت. طيب أستاذ فيصل، يعني إذا منوسع مروحة الحوار شوي، منشوف أنه إذا بناخذ الاصطفافات السياسية اللي صارت شبه معلنة، مثلا روسيا وإيران، نحن عم نحكي وبدايات كما قلنا حتى لو مواقف خجولة من دول الخليج مع المعسكر الشرقي، ف بمنطق السياسة وبمنطق التاريخ وبمنطق المصلحة أن تكون إسرائيل معادية بالمطلق لروسيا، حتى يعني بعيدا عن السياسة، هناك حلف يتشكل روسي إيراني، فبالتالي أنه كيف بتشوف المعادلة يعني، وخاصة إيران هي وإسرائيل العداء المستفحل؟ لا بالتأكيد، يعني ما تتفضلين به هو حقيقة يعني، وهذه الحقيقة يجب علينا أن يعني نقاربها بمكان من الأمكنة، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يتطور إلى موقف علني وحاد من قبل الإسرائيليين على الأقل في الوقت الحالي. هل يكون هناك مواقف أخرى في ما بعد الانتخابات؟ لا أدري، يعني أنت بتعرف الآن يعني في متطرفين، طبعا في متطرفين في نتنياهو، يعني انت بدك تشوفي اللعبة الداخلية الإسرائيلية ايضا كيف تتمخض في هذا الإطار. بالتأكيد ما تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية وما تعطيه بعض الدول الأوروبية لإسرائيل هو اكبر بكثير مما تعطيه روسيا بالمعنى السياسي، لكن العنصر البشري هو عنصر اهم بالنسبة للإسرائيليين من اي شيء اخر، وانت تعلمين ان الوكالة اليهودية تعمل على سحب ما تبقى من يهود في روسيا إلى داخل الكيان الإسرائيلي، وهذا أمر تعمل عليه منذ سنوات طويلة، وخاصة أصحاب الكفاءات وأصحاب العقول أو أصحاب المال، لأنهم لا يريدون فقط يعني أن يأتي اليهودي العادي، بل اليهودي من النخب، يعني لكي يكون هناك أيضا نخب داخل الكيان الإسرائيلي، يكفيهم فلشة ويكفيهم ما جاءهم من اليمن ومن المغرب. طبعا النظرة العنصرية داخل اليهود هي نظرة موجودة، صارت النظر الآن إن كانت الهوية الموحدة الدينية هي دائما تطغى على السطح، لكن داخليا نعم هناك صراعات كبيرة، وهذه الصراعات تفجرت في الفترة الأخيرة. أعود إلى سياق السؤال يعني بجوهره وبعده السياسي الحقيقي، هل سيكون هناك تحول في الموقف الإسرائيلي في هذا الإطار؟ هل سيكون يعني على حساب، يعني خلينا نقول هيك بالعربي الدارج، انه اسرائيل بين نارين، ان شاء الله بتصير بين 10 نيران يعني ان شاء الله، بس انه عمليا هي بين نارين، بين نار ان تكون الى جانب امريكا بالمطلق في هذه القضيه، وبين ان تكون عدوه لروسيا بالمطلق. هل لديها طرف الاختيار؟ وهي يعني كيان معتمد بكليته على القوة العظمى الأمريكية، هل لديها طرف الاختيار؟ لا، ما عم بقول أنا لديها طرف الاختيار إذا ما الأمريكي أصر على هذا الأمر، يعني أن يكون هناك موقفا واضحا. أنت تعرف الآن
ترامب اقرب للصهاينه من بايدن. صحيح. مش معناتها انه بايدن يعني انه يعني انه بايدن يعني حبيب قلبنا راح يصير ابو علي يعني، لا اكيد، بس ما بين بايدن وبين ترامب يعني الفرق كبير. نعم. وما اشرت اليه في الموضوع الخليجي حقيقه، وان كنا يعني الان يعني قد دخلنا ايضا في مكان اخر، لكنه ايضا في صلب ما يجري. بالضبط. لا اعتقد ان الغزل الذي حصل في موضوع اوبك بلس والمواقف اللي سمعناها لها علاقه بانه هودي يعني يحاولون ان يكونوا الى جانب روسيا او الى المعسكر الشرقي. ابدا، لا نسيء الظن في ان نذهب بتحليلات من هذا النوع. انا اعتقد ان كل هذا الامر هو ايضا دخول في اللعبه الانتخابيه الامريكيه من بابها العريض، لان هذه الدول لا تزال تحن الى زمن ترامب وما قدمه ترامب لهم وما يريد ان يقدمه لهم ترامب، وهم كلهم يعني يعملون تحت بنديرة ترامب اذا صح التعبير. يعني تمرير وقت بانتظار عودة ترامب. بالتأكيد. وهذا الامر هو جزء من الحرب على بايدن يعني عمليا. يعني انت تتخيلين ان السعودية تستطيع ان تقول لامريكا لا اذا ما قالت امريكا اريد ان يكون هناك انتاج للنفط؟ هذا الزمن ولا مرة واحدة حصل هذا في التاريخ في عام 1973 من الملك فيصل رحمه الله، مرة واحدة ولأيام معدودة، وبعد ذلك لم نعد نسمع عن هذا الأمر. السعودية بكل قرارها السياسي تحت المظلة الأمريكية، والدليل على ذلك أنه ما أن بدأ البعض يحلل أن قرار أوبك بلس جاء نتيجة الضغوط السعودية والاستمالة الروسية وأنه جاء ليكون موقفا مع الروس، خرجت وزارة الخارجية السعودية وأصدرت بيانا واضحا أن الأمر بدافع اقتصادي بحت وليس له علاقة بأي دوافع سياسية وما بعرف شو. رجعت السعودية وزعت المحللين تعولها على كل القنوات بما فيها قناة روسيا اليوم لكي يقولوا أن هذا الأمر كله بعيد عن كل ما يجري، وأن السعودية لا يمكن أن تكون خارج المظلة الأمريكية بالمعنى السياسي. إذن بهذا المعنى لا أعتقد أن هناك استمالة ما. نعم، حاولت السعودية سابقا حتى على صعيد أن يكون هناك تدريب على المصطلحات العسكرية من قبل الجيش الروسي للجيش السعودي، هبت أمريكا ورفضت هذا الأمر، ثم سحب هذا الموضوع من التداول، ورأينا كيف أن زيارة محمد بن سلمان إلى روسيا عادت بخفي حنين، لم تعد بما يعني كان يعد به أو بما وعدت به روسيا نفسها إذا صح التعبير من أن يكون هناك علاقات استثنائية وعلاقات تجارية استثنائية. كل هذا تراجع. نعم. والآن محمد بن زايد يعني حاول أيضا أن يكون على خط هذا الموضوع، فذهب والتقى بوتين وقال بوتين أن هناك دورا ما لمحمد بن زايد. يعني طبعا هو محاولة من بوتين، محاولة لاستمالة الإمارات لاستمالة محمد بن زايد، وإلا الأمر يعني هل تتوقعين أن بوتين ينتظر دورا من أي دولة من هذه الدول الصغيرة مع احترامنا لمكانتها ولعراقتها أو غير ذلك؟ لكن هذه الدول يعني قياسا بالحرب المفتوحة الآن بين أوروبا كلها وأمريكا وروسيا، تأتي دولة صغيرة ليكون لها دور في هي دول نعم، لكن هي فاعلة ومؤثرة لجهة الاقتصاد أستاذ فيصل، والسياسة الروسية واضحة أنه هي متجهة باتجاه يعني الشرق. أنا ما قلت لا، أنا قلت بوتين له مصلحة في إعطاء هذه الدول هذا الدور، لكن السؤال الأساسي هل الأمريكي يرضى؟ هذا هو السؤال، هل يرضى من كانوا إليه يعني بالمعنى السياسي هم تحت الشمسية الأمريكية، هل ممكن أن تسمح لهم أن يخرجوا خارجها؟ هذا سؤال يعني أنا هذا السؤال حابة أبحثه معك ومع الدكتور فريد، لكن بعد ما أنتقل لمحور الغاز واللي بنشوف أنه الغاز شرق المتوسط يعني الصراع عليه واضح جدا، هل يمكن أن يكون التوتر الإسرائيلي الروسي بخفاياه وخباياه يمكن أن يكون لغاز شرق المتوسط له تأثير فيه، خاصة أنه
لا أتصور أن روسيا دكتور فريد ستكتفي بالمشاهدة لما يجري في من باكتشافات غاز المتوسط، والآن تحديدا لأنه ممكن تزود فيه إسرائيل أوروبا، وخاصة هي الأقرب يعني على أوروبا، ممكن أنه تكتفي بالمشاهدة ولا لا؟ قبل أن نلج موضوع الغاز تتم لما تحدثنا، إن لم يكن القرار السعودي بأوبك وعدم رفع مستوى الإنتاج منذ أكثر من 40 عام، لم يتدنى منذ عام 1984 حتى لم يتدنى مستوى استخدام الاحتياطي النفطي، هل بايدن وإدارته سعيدة؟ لا، هي تحت أمر واقع. فهناك وجهتين نظر، إحداها تقول كما تحدث الأستاذ فيصل، وهناك وجهة نظر أخرى هي الواقعية السياسية الحالية. عندما اليوم يقوم ب 230 مليون برميل نفط بسحبهم من المخزون الاحتياطي، إذن هناك مسألة ليست بالسهلة، وهذا أمر واقع، ليس تصريح وليس عمل، إذن هناك قضية على الأرض. تسمح أو لا تسمح هي حقيقة قائمة، واليوم المواطن الأمريكي وقد يكون الحزب الآخر، قد يكون ترامب، قوى داخلية، مسألة داخلية، استثمارات داخلية تماما سيتم استثمارها، لكن هذا الأمر يحصل على أرض الواقع. مسألة الغاز، روسيا أحد أهم الدول المصدرة للغاز، وهذا صحيح. محسوم دولة وموجودة في المتوسط ضمن هذا الإطار أيضا كأحدى القوى الموجودة في الواقع. كذلك الاتفاقية التي وقعتها مصر والكيان الصهيوني مع أوروبا لتوريد الغاز، لكن كل الكميات التي صدرتها 2021 وفي حتى منتصف 2022 ليست سوى 10% من كمية الغاز التي تصدرها روسيا. قد يكون من المسموح بلغة التبادل العلاقات الاقتصادية الدولية أن يصدر هكذا غاز إلى أوروبا، لكنه لا يكفي الحاجة الأوروبية، سيما مع العملية الإرهابية بتفجير خط نورد ستريم الذي أوقف الغاز وأوقف ضخ الغاز. إذن هناك أزمة اقتصادية، تساؤل مطروح، أين هي الديمقراطية في أوروبا؟ أين هو الناخب الأوروبي مما تصنعه حكومات؟ هل هي فاعلة ستجعله يدخل في شتاء قاسي؟ روسيا معولة على المجتمعات الأوروبية بتغيير حكوماتها، لكن إذا بدي ركز على الغاز، غاز شرق المتوسط دكتور فريد، ويمكن نتشارك مع الأستاذ فيصل، أنه روسيا ما من مصلحتها الاكتشافات، حتى لو كانت موجودة هالاكتشافات وتم استخراجها، ليس من مصلحتها الآن إسرائيل تحديدا أنه تم تنقيب وتزويد أوروبا فيها. أنا أميل للواقعية في الحديث في هكذا قضايا. لماذا؟ أمر واقع اكتشافها واستخدامها واستخراجها وبيعها أمر واقع. الصراع على سوريا أو في سوريا أو حرب الإرهابية على سوريا أو الأزمة في بداية ما حدث في سوريا سبقه رغبة قطرية بإمرار خط غاز عبر سوريا ليخرج إلى أوروبا، إذن ليس جديد. حتى لما كانت أوروبا وروسيا في أفضل العلاقات كانت دائما تحذر الولايات المتحدة روسيا من استخدام سلاح الغاز، سلاح الطاقة هو موجود. الأزمة الأوكرانية أضافت إلى سلاح الطاقة أزمة الغذاء. اليوم أوروبا خلصت أيام النعيم اللي كانت تعيشه، رايحة على أيام قاسية عم تحس وعم نشوف هالطوابير اللي نحن بنعرفها. بالضبط بالضبط. هي القضية اللي أنا عم بقصد سيرة أستاذي. فالمسألة هي أكثر من ذلك، ليس لها مصلحة، لكن الواقعية تقول هي موجودة حتى في شاطئ المتوسط روسيا. أين هي موجودة وفاعلة؟ لكن هناك اتفاقيات لتمرير الغاز، حتى في مشرق الوطن العربي هناك اتفاقيات. الأكثر تأثيرا هي أوروبا الغربية، عفوا الشرقية، الأوروبا الغربية قد تكون أقل تأثرا. إذن هي قضية مختلطة وهو عامل أساسي للغاز. قد يكون من المسموح إمرار بعض الغاز، لكن هذا الغاز لا يكفي أوروبا. لو كان يكفي أوروبا لما لجأوا إلى بعض القضايا. لكن ممكن يسد حاجة، ما هيك أستاذ فيصل؟ يمكن الخط انقطع مع الاتصال، معلش يا ريت نعاود بعد إذنك. ايه، فيمكن هلا نحن عم يخبرني الاستاذ المخرج الاستاذ سامر مروي عم يخبرني انه انتهى الوقت، يمكن طب بكل الاحوال يعني كنت سعيده كثير انا بالحوار معكم الدكتور فريد ميليش، وان شاء الله بتوقع انه يصير اتصال على القليله، لانه
أن نشكر الأستاذ فيصل، هو محاور كثيرة دكتور. محاور كثيرة، ويمكن موضوع الغاز كان لسه بده بده حلقة لحاله. صحيح. لكن أنه كتأثير أنه ممكن يكون ورقة ضغط مثلا روسية إسرائيلية. المنطقة والغاز والقضايا والعلاقات البينية في المنطقة والإقليم والعالم مبنية على الطاقة أولا وأخيرا، ولم ينتهي ذلك ولن ينتهي. فمسألة استخراج الغاز ونقله وتصديره هي لب الصراع ما بين هذه الدول، وبالتالي يمكن أن تتكرر هذا خاصة في الشرق المتوسط، وخاصة أن روسيا موجودة في على يعني في شرق المتوسط في سوريا. بدي أتشكرك كثير الدكتور فريد ميليش، كنت معنا ضيف دائم وعزيز في برنامج المنصة. أهلا ومرحبا بك، وأيضا الشكر موصول للأستاذ المحلل السياسي الأستاذ فيصل عبد الساتر من بيروت. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدين، ألقاكم في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.